نحتاج أي شيء مساعدة، ما معانا لا بيوت ولا حاجة إلا هذا خشب. نازحين نحتاج مساعدة غذاء. للمعالجة، لكن الأم نفسها تشتغل. عندي 4 أولاد لا يجدون لا سكن ولا مأكل ولا مشرب ولا ملبس، ولا عندي دواب ولا عندي شيء. في هذا اليوم تم تنفيذ حملة إغاثة أطفال مديرية أسلم المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم. تم توزيع 250 سلة غذائية. استهدفنا فيها كما ذكرت هذه الأسر